مرعي اسم علم مذكر عربي، وهو بصيغة اسم المفعول من الفعل رعى، معناه ما يرعى أو ما يراعى أو المصون أو المحفوظ أو المقدر أو المحمي أو الخاضع أو المراقب. والعامة تكسر ميمه. ومرعي الكرمي توفي 1033 للهجرة، مؤلف ومؤرخ من فلسطين. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لقناة تصميم الأسماء، وهي موجودة في الوصف أيضاً.